أريد أوضح شيء، يعني الأندروميدا تعلموا درس جدا يعني عالي خلال مليونين سنة من هي هاي فبركات لدراكونيان، وأنت أيضا يجب أن تتعلم درس. يعني مثلا أندروميدا الآن جدا حذرين وجدا متفاهمين فيما بينهم. الأندروميدا أليكس كولر إيش يقول؟ يقول أندروميدا الآن يعني في مرحلة أنه أبدا ما في واحد غيرهم يقدر يدخل ويفرقهم إطلاقا، ما يقدر. الآن وصل الأندروميدا إلى حالة بناء مجتمع ما يقدر واحد أبدا أن يأثر على المجتمع ويقسم مثل ما عملوه الدراكونيان علينا أبدا. تعرفون هاي قوة. فمثلا الإنسان إحنا كيف نتحد بحيث خلينا نفترض مجموعتنا، كيف إحنا نستطيع أن نتحد إحنا وعوائلنا الكونية بحيث ما نتأثر ولا نجعل لا فيسبوك لا إنستغرام لا واتساب لا أي رأي آخر يقسمنا؟ هذا شيء جدا مهم. الأندروميدا يطبقون هذا حقيقة. أيضا الدراسة طوروها كثيرا الأندروميدا جدا، يعني لأن هاي يعني هو هذا الحرب الكونية علمتهم كثير من الدروس. أي الآن كيف أيضا أنت يعني أقصد تستعد للمرحلة الكونية، أنت تكون على اتصال باستمرار مع العائلة الكونية باستمرار، يجب أن يحدث باستمرار في كل ثانية. يعني هم يدرسوك أيضا، حتى ممكن نقول أنت تدرسهم وهم يستشيروك أنت تستشيرهم، والبعد الخامس متصل بالسادس والسادس متصل بالسابع والثامن متصل بنا ونحن متصلين بالتاسع، فنكون منظومة إيجابية جدا قوية بحيث ما يقدر الدراكونين يخترقها أبدا. فإيش حيعملون الدراكونين؟ ممكن يهربون، ممكن يجدون ما بعرف يتناقشون فيما بينهم قسم منهم يستسلم، أو ممكن يبحثون عن مجرة أخرى. أي حقيقة. ها أستاذ؟ ها عزيزتي أستاذ، فكرة إنه الدراكونين يعملون ماتريكس جديد، أعتقد إنه يحتاج إلى تكنولوجيا، إلى خطط ودراسة جديدة، لكن الأندروميدا أعتقد إنهم واعيين لهذا الشيء، واعيين يعني إنه أكيد جدا هم حاذرين إنه جدا. لا أنا قلت صح جدا فعلا. خاصة يعني إنه التكنولوجيا، أكيد الأندروميدا حذرين جدا إنه مستحيل أنهم يفرطوا في التكنولوجيا اللي يعملوها، وإنها تقع سرقتها مرة أخرى مثلا، أو حتى أنه تقع مقايضتهم مثل ما حدث في السابق. فبالنسبة للدراكونين، وأيضا أنهم دراكونين يعملوا يعني مصفوفة جديدة، هذا الأمر يحتاج إلى تقريبا ممكن 100,000 سنة قادمة، يعني ممكن خطط. وأيضا بالنسبة لهم الدراكونين مدعومين من الملائكة العلويين السلبيين، فإذا كانت الملائكة يعني هم يستمدون منهم قوتهم، يعني إذا الملائكة السلبيين يعني هم مش عارفة يعني متصلين، يعني لديهم يعني تطور تكنولوجيا، أو إنهم يعني عندهم اتصال بالطاقة الكونية، ممكن في هذه الحالة أن يساعدهم، لكن لوحدهم أنا أعتقد أنه الدراكون لن يقدروا على أنهم يعملوا ماتريكس جديد، فمش حابة أكون أنا سلبية يعني، فهذا رأيي. لا أنت ليش تربطيها بالسلبية؟ أنا ما جاي أعرف يعني أنت ماذا قصدك؟ لا هي أنت شو سلبية؟ ما أنا ما قلت لا 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 مش هكذا. بصي احنا عندما نتكلم نقول هذا استنتاجك الشخصي، انا ما قلت هكذا، لا مش هكذا ابدا، لا مش هكذا. النقاط عميقه، وعندما تدرسيها بهدوء، مش تستنتجين بسرعه. احنا لم نقول هذا، ما قلنا هذا. احنا نأتي بالكون والنقاط ونربطها ونريد أن نفهم أكثر ماذا يحدث. تمام،
هم الآن في وضع، هم الآن في وضع، انتبهي إلى ما قلت، هم الآن في وضع يكتشفون أن الإنسان عرف أنه قائد كوني، عرفوا الدراكونيان أنه الاندروميدان. طيب هم ما جاي يشاهدون، أنا مو قلت هذا، ما جاي يشاهدون الاندروميدان جاي يتصل بالإنسان والإنسان حيصعد للعائلة الكونية، ما جاي يكتشفون أن الإنسان أوكي تنفتح عنده الذاكرة الكونية، ما يعرفون أنه الأسد بالغابة الآن في حالة رفع بالوعي وحيرجع، ما يعرفون أن الأرض تتحرر، ها معايا؟ فهي ما هي تحركاتهم؟ مش 100,000 سنة، ما هي تحركاتهم للمائة مليون سنة؟ هذا الفكر يدرسوه الاندروميدان، فهم ما هو هذه عوالمهم حضارتهم. طيب هم عندهم حق ولا ما عندهم حق لدراكونيا؟ هم عندهم حق لأنه الحرية الكونية، هو مش واحد يجبر يقول لك يجب أن تفكر بهذا الاتجاه، هو يقول لك إحنا هاي مليونين سنة ما قدرنا أوكي وانكشفنا، فكيف يعيشون المرحلة القادمة؟ الاندروميدان والإسودين أصبحوا أكثر حذر وأكثر فهم، وأنه يقول لك طيب الاندروميدان، فكر الاندروميدان ماذا سوف يعمل الدراكونيان ها بالمائة مليون سنة القادمة؟ يضعون ماتريكس جديد؟ طيب ما هو نوع الماتريكس إذا وضعوه؟ يضعون فكر جديد؟ كيف نتعامل مع الدراكونيان بالمراحل القادمة؟ هسه أنت كقائدة كونية كيف تتعاملين مع الدراكونيان بالمائة مليون سنة القادمة؟ فهم هذا هو هذا الفكر الكوني. فقسم من القرارات قالوا أنه نبعدهم، أفضل شيء نبعدهم من مجرة التبانة. أنا أضفت قلت إذا يبعدوهم من مجرة التبانة فبالتأكيد المجرات الأخرى كلها حتبعدهم من المجرات، والمجرات إذا أبعدتهم إذن الأكوان حتبعدهم. طيب فين حيروحون؟ يعني هذا رأي قسم يقول لك لا، يعني يكونون تحت المراقبة القوية الشديدة، تمام؟ فأنت دائما عندما تسمعين المحاضرة أخذيها من الجانب الشمولي، مش يضعون ماتريكس وخلاص وحنقع. عجيبة من الطلاب، عجيبة، مش هكذا، مش العلوم مش بهذه السرعة، لا مش بهذه السرعة يا عزيزتي. إيه؟ هذا من أجل أنك أنت تفهمين الكون كيف يشتغل. ما هو أنت من تصعدين للعالة الكوني غير أنت يكون عندك رؤى فهم للوضع. أستاذ؟ يا عزيزتي أستاذ، أظن أن الحلف الإيجابي مهتم بتغيير وعي دراكونيان أكثر مما هم مهتمين بإبعادهم أستاذ. صح، أعتقد إيه يعني حسب تجربة أختنا ذو كوني 238 عندما سافرت الكوكب التنانين، عندما مركبة أندروميدا وقفت مركبات دراكونيان كانوا يأخذون الدراكونيين ويضعونهم في أجهزة ضوئية. أي صح، آه very good، أي amazing، صح، أي 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 صح جدا، أي رائع. لا هو الآن الوضع الدراكوني مش هم مش أسياد المجرة، انتبهوا هذا شيء جدا مهم، يعني ما عندهم قوة على أنه مو مثل السابق الآن. أي بس أنا ما هو أنت ركز على حياتك، أنت مش تقول أها أنا عرفت الدراكونيين هم فبركوا الدين، هي هذه مش كافية. تفكر من الآن كطالب كوني مع عائلتك الكونية ماذا يخطط للدراكونيين، كيف تكون حياتهم بعد مائة مليون سنة، وابدأ اتصل وادرس ما هي الفنون التي ممكن يستخدموها. ليه ما تسأل عائلتك الكونية أو اسألهم، قل لهم مثلا ما هي أنتم الإجراءات والترتيبات التي تعدوها من احتمالية تحركات الدراكونيين باتجاه بناء ماتريكس جديد؟ هل عندهم
ممكن تسألهم هل عندهم نوايا أنهم يبنون ماتريكس جديد؟ طيب هم ليه تحركوا الحلف الإيجابي؟ أليكس كولير يقول تحرك الحلف الإيجابي بسبب أنه يعني قرأوا المستقبل ووجدوا بالمستقبل أنه النوايا كانت للدراكونين عاوزين يسيطرون على كل المجرة، فتحركوا الحلف الإيجابي بسرعة. لاحظوا يعني الفكرة، أنت عندما تصعد إلى الخامس والسادس فأنت يجب أن تستمر بالصعود، ما تكون ضحية للفبركات. أي ليه؟ لأن أنت عندما تستمر بالصعود أنت حتنقل الأكوان، لأن أنت من تصعد للسابع أنت حتنقل معك كائنات أخرى وكواكب أخرى معك. طبعا إذا ينزل شخص، يعني مثلا نزلوا الأسوديين ونزل البشر، نزلت الأرض. تلاحظون هو التردد، يعني عندما أنت تصعد تردداتك أنت تصعد الكائنات وتصعد الكواكب معك، إذا تنزل تردداتك أنت تنزل الكائنات وتنزل الكواكب، كلنا هكذا متحدين يعني حقيقة. إيه؟ أستاذ عزيزتي، أستاذ أنا فقط يعني استبعدت فكرة يعني أنه ممكن، استبعدت فكرة أنه يعملوا ماتريكس جديد، يعني قلت في الوقت الحاضر يعني مثلا يعني أندروميد لديهم الخبرة مع الحلف الإيجابي، صح جدا، يعني هذه استبعدت الفكرة. لا لا أنا وافقتك، لا لا أنا وافقتك، أنا وافقتك صح جدا، بس هو أنت أريد أنا أنبهك أقصد إيه؟ أنه هذا التدربي أو تعلمي بالحياة الكونية على ربط النقاط مش الاستنتاج الواحد، يعني أنا ما قلت هذا، يعني أنا مش نقطة واحدة ومشينا فيها، لا إحنا نربط النقاط ونوضح. يعني إحنا مثلا ممكن نقول شموليين تفصيليين، هذا قصدي يعني، بس أنا أوافقك هم ما عندهم قوة، صح جدا. هذا ما قصدته أستاذ، قلت أنا أستاذ ممكن أنا قلت يعني في حالة واحدة إنه لو يقع دعمهم مثلا من الملائكة العلويين، فقط يعني هذا رأيي، لا مو الملائكة العلويين، لا مو هم الملائكة العلويين تحت متابعة الملائكة الإيجابيين، ما هو واحد يتابع الثاني، ما هو المستوى الثامن كيف يشرف. بصي الآن احنا عندنا الخامس والسادس، خلينا نقول الخامس والسادس والسابع يشرفون على تحركات الدراكونيين، تمام معايا؟ معاك. طيب الثامن والتاسع والعاشر الإيجابيين يشرفون على تحركات الدراكونيين الأعلى، وهكذا تمشي إلى أن تصلين إلى الإيجابي الأعلى الأعلى، يشرفون على تحركات كل الأكوان. وهي تمشي الأكوان، بصوا يعني تمشي الأكوان، يعني أنت حياتك الكونية تكون كلها دراسة، أنت هيك حتمشي. ليش دائما أقول لكم لو ألتقيكم بعد 100 مليون سنة تقول أنا ما أزال أدرس، تعرفون ليه؟ لأنه أنت تريد أن تزيل الماتريكس، والماتريكس هذا حيمشي، يعني إيجابي ماتريكس أو إيجابي سلبي، إيجابي سلبي، إيجابي سلبي، وأنت تحل، أنت ما جاي تمسكيها، ما جاي أشعر فيك، ما جاي تمسكين النقطة 182، ويعني أنا جاي أحكي شوية بعمق يعني، أو ممكن أنا جاي أحكي بعمق ما أعرف، بس ما جاي تمسكين النقطة أقصد، لأن هاي شوية فيها عمق. أي أنت حتمشين بحياتك بعد 1,000,000,000,000,000 سنة تزيلين الماتريكس، ماتريكس بعد ماتريكس، ماتريكس بعد ماتريكس، ماتريكس بعد ماتريكس، ينتج الماتريكس السابق يقوم بولادة ماتريكس جديد، والإيجابي السابق يقوم بولادة إيجابي جديد، وهكذا تمشي الأكوان. احنا متحدثنا حول الأكوان المتصحرة، من أين أتت الأكوان المتصحرة؟ الأكوان المتصحرة أتت من تصارع الإيجابيين والسلبيين. كيف وصل الكائن الأسودي إلى أفريقيا؟ أيضا من هاي التصارعات، ولا هو كيف وصل، احنا كيف وصلنا إلى الأرض؟ هو هاي التصارعات الإيجابيين والسلبيين، السلبيين، السلبيين يفبركون، الإيجابيين يسيطرون ويقللون يضعفون، فالماتريكس ما ينتهي. ما هو احنا سئلنا هذا السؤال
واجبنا الماتريكس ما حينتهي، ما حينتهي الا عندما الانسان والكائنات هي تسعى بجديه لازاله كل الماتريكس. وهذا ما بعرف كم، ممكن ألف تريليون سنة، ما بعرف يعني كم. فيعني ممكن نضع سؤال، طيب كيف نزيل الماتريكس؟ نزيل الماتريكس عن طريق أنك تدرس الكائنات الأخرى، يعني تذهب للنمليين تدرسهم على الحب. طيب هذا كم يحتاج؟ تذهب على الأسودين تدرسهم على الحب وكلنا متحدين، تذهب على البشر تدرسهم كلنا متحدين وعلى الحب. طيب هذا كم يحتاج؟ تستمر أنت، تستمر تستمر تستمر، بمعنى أنت تستمر تناقش وتستمر تحضر مؤتمرات وتستمر تضع نظريات وتقرأ الاحتمالات، وهذا يعمله الأندروميدا الآن. طيب الأندروميدا مو عندهم سفن فضائية، باستمرار هم في المجرة يراقبون أوضاع الكائنات، موجودين الأندروميدا باستمرار فوق الأرض حول المريخ في كل مكان بالمجرة، بكل ثانية يقرؤون إيش الاحتمالات، إيش التحركات، إيش يحدث عند النمليين، إيش يحدث عند البشر، ويرسلون التقارير إلى الأعلى، والأعلى يرسل إلى الأعلى، ويستلمون أجوبة ويتناقشون فيما بينهم. طيب هاي كم حتستمر؟ تريليونات من السنوات حتمشي هكذا. فهي حياتنا الكونية، هي مش انه مبدا واحد ايه الدراكونيان صنعوا ماتريكس، لا مش هكذا. اعمق الكون نظريه الاحتمالات، انه كم نسبه احتمال نظريه، مو الكون يمشي ايضا بنظريه الاحتمالات مش الصدفه. الاحتمالات مش هتقولي لي ايه يعني الصدفه استاذ، لا نظريه الاحتمالات يدرسوها، يقول لك هذه الاكوان بكم نسبة في المئة مليون سنة هيصبح فيها سلبية، 1% سلبية أم 5% سلبية، ولماذا، مين حيتحرك؟ مو هي هاي الدراسة الكونية، يعني السلوك الكوني هذا يدرسوه بالسادس وبالسابع، أنه هاي الأكوان والكائنات كيف سوف تتصرف بعد 1,000,000,000 سنة، الأكوان مين سوف يحكمها بعد 1,000,000,000 سنة، كيف وضع الأكوان بعد 1,000,000,000,000 سنة، يضعون تقارير نقاشات وهكذا. فأنت كطالب كوني كيف تستعد للمرحلة الكونية؟ هي عن طريق هاي الدراسات، أنك تتصل بالعائلة الكونية، تدرس معاهم، تدرس معانا، تدرس مع المستويات السادس والسابع. فهذا هو عملك لي إزالة الماتريكس أو تحرير الأكوان. طبعا هذا أوكي، هذا الأمر. يعني نبقى نناقش العلوم الكونية وحياتنا الكونية، لأن هاي الحياة حقيقة يحتاج لها أيضا أننا نتطور أكثر بالنقاشات. فمن النقاشات المهمة أنك تضع سؤال، السؤال يكون حقيقة أفضل بكثير من الجواب نفسه. فمثلا من الأسئلة ممكن تضعوها ونناقشها، وممكن تكتبون تقرير كما وضحت أحد خواتنا القائدات الكونيات. فمثلا كيف ننقذ مجرة التبانة خلال 100,000,000 سنة؟ وأنا أتكلم يعني مثلا إحنا كيف نحمي، أو هذا السؤال نضعه، كيف نحمي ننقذ مجرة التبانة؟ لأن عندما نقول مجرة التبانة فهي بمعنى الكواكب والكائنات التي فيها في 100,000,000 سنة القادمة. احنا نحكي قبل التسجيل، يعني عندكم المناقشات اللي تحدثنا حول هذا الموضوع. فأنا العوائل الكونية أخبرتني بخطط الدراكونيين أو ما هي قابلياتهم، فلاحظوا حتى نوضح أنك أنت كيف تتحرك. فالرسالة ممكن هاي صادمة، يقولون مثلا الدراكونيين عندهم تكنولوجيا استنساخ مجرة، فمثلا كيف يوقفون الحلف الإيجابي أنه الدراكونيين يستنسخون مجرة؟ هذا أيضا يطبقوه الحلف الإيجابي. إيه بصوا، وهاي علوم، يعني إحنا نحكي وأنا أتاني يعني الآن مصدوم من هذا الجواب بتاعهم. هذا الجواب بتاعهم أنه الدراكونيين عندهم تكنولوجيا يستنسخون أصلا مجرة. إيه طيب كيف توقفهم؟
إذا استنسخوا مجرة التبانة أيضا فيها النقاشات هذه، يعني بمعنى أنه ممكن أيضا الإيجابيين عندهم تكنولوجيا يقومون بتعطيل الاستنساخ هذا وهكذا. لأن هي في الحقيقة هي الأكوان، ممكن هكذا نسميها، هي الأكوان الاستنساخية طبعا. يعني هو سيستم البناء، الخلق، كود الخلق معروف من الجهتين الإيجابيين والسلبيين. أي فهذا يخلق إيجابي، الحلفاء الإيجابيين، والآخرين السلبيين يخلقون سلبي. ما هو الكود موجود والكود يتضاعف، هي موجودة هذه أصلا بالبرمجة أو بالتكنولوجيا الأرضية. يعني أنت تأتي بموبايل فون تعطيهم الكود أو خريطة بناء الموبايل فون، ومشين يصنع لك 10,000 أو 50,000 أو 100,000 موبايل فون. ها؟ نفس الشيء يطبقوه بالبناء، بناء الأكوان والمجرات، الكود موجود معروف يعني عند الإيجابيين وعند السلبيين. تمام؟ أي؟ لكن ممكن عندما السلبيين يبنون ممكن يفشل، ممكن ينجح. ما هو هم كيف طبقوا الماتريكس علينا؟ خلي نرجع. ما هو لأن هم عندهم كود الخلق، يعني السلبيين هم عندهم كود الخلق، أقصد كود أو خرائط صناعة الروح، استلموها أو سرقوها. نقول حقيقة هي سرقت، أنا أتتني رسالة لدراكونيين سرقوا تكنولوجيات الإيجابيين. نعم، فالدراكونيين عندهم كود صناعة الروح، تكنولوجيا يعني، كود خلق الكواكب، وهاي كودات هم عندهم وسيطروا علينا. لاحظوا، ولهذا لماذا نقول إنه هاي الأمور مهمة، إنك أنت يعني كطالب مش تأخذ اتجاه واحد، لا، أنت تربط نقاط، وكل ما تصعد للمستويات الأعلى تكون هناك فرص أكثر للمناقشة وأيضا استنتاجات أعلى، تعرفون إيه؟ وحتى ممكن لو نصعد أعلى من استنساخ المجرات حنذهب إلى استنساخ العوالم الغير المنظورة. هل عندهم التكنولوجيا؟ ما أعرف. هي كله الأمر استنساخي حقيقة، كودات تستنسخ. إيه؟ ونمشي. بالنسبة لخلق الكائن هذا موجود، هذا بسيط. خلق الكائن يعني الكودات موجودة عند الإيجابيين وعند السلبيين، هاي معروفة يعني أصلا. كودات التصغير أو كودات التنزيل، نكرر، هذه هي أخذت، هي مش كودات التنزيل بس، هي حورت. يعني الدراكونيين سرقوا تكنولوجيات الإيجابيين وحوروها، عملوها كودات التنزيل اللي كانوا معنا بالمحاضرة، ونزلوا الأسوديين والبشر والنملين والحشراتين بها إلى أفريقيا، وإحنا هيك إلى الأرض يعني، وحتى ممكن نزلوا الأرض هذه أيضا أكثر لما يسمى بالبعد الثالث. فأنت كل ما تعرف يعني خلينا نقول ديناميكية الأكوان، وكيف تعرف؟ عن طريق أنك تتصل بالمستويات العليا الإيجابية، السادس، السابع، الثامن، وتدرس. إيه؟ دراسة مهمة، مهمة جدا حقيقة. الدراسة تحررك مع الصلاة ومع الحب، الحب، الصلاة، الدراسة، تحرر هذه.